من جانبها أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في تصريح خاص لمركز الأخبار أنه منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم شهدت المرأة البحرينية نقلة نوعية على الأصعدة كافة. وأكدت سعادة الوزيرة في سياق تصريحها أن سمو قرينة عهل البلاد المعظم وضعت رؤية استراتيجية تمت ترجمتها في مبادرات نوعية من أجل المرأة ما جعلها مساهمة في المسيرة التنموية الشاملة. دعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة في مملكة البحرين هو بالفعل دعم لا محدود، ونرى من خلال توجيهاته السامية أن المرأة بالفعل أصبحت جزء فعال في المجتمع وفي تنمية الاقتصاد أيضا في مملكة البحرين. الجدير بالذكر أنه منذ توليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم نرى أن هناك نقلة نوعية للمرأة في مملكة البحرين، وهذا دليل على ما مدى اهتمام جلالة الملك بدور المرأة الفعال في مسيرة تنموية شاملة في مملكة البحرين. طبعا من الأمور المهمة التي تم التركيز عليها من خلال توجيهات جلالته حفظه الله ورعاه دور المرأة ليس فقط في القطاع العام ولكن أيضا في القطاع الخاص كذلك. المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله ورعاها وضعت رؤية استراتيجية لتمكين المرأة في البداية إلى تقدم المرأة في مملكة البحرين. هذه الخطط الوطنية تم ترجمتها من خلال مبادرات نوعية أطلقتها صاحبة السمو الملكي، وأيضا بالتعاون مع جميع القطاعات في مملكة البحرين. نرى اليوم أن المرأة ساهمت في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، ونرى أنها جزء فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كذلك. طبعا نرى أيضا هناك خطوات واضحة ورؤية ثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق دور المرأة من ناحية تكافؤ الفرص سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص. ونرى أيضا أن من خلال القرارات التي تم اتخاذها من خلال مجلس الوزراء الموقر أن هناك مبادرات نوعية تعكس ما مدى أهمية المرأة في مملكة البحرين. والجدير بالذكر أن ممكن أيضا من هذه المبادرات الفاعلة هو لجان تكافؤ الفرص التي نجدها في جميع المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.